دعني أقتبس منك بعض النقاط الهامة في الحياة اللي تحدثت عنها المتعلقة بالنقاش الحر حتى هذه الساعة مع بدء الاجتماعات. تحدثت عن خطوط عريضة لربما توافقت عليها مختلف الفصائل. سؤالي لك أحمد، ومن وجهة نظرك بالطبع، هل نتوقع هذه المرة أن نرى خارطة طريق لعلها تنفيذية بشكل أو بآخر لتلبية طموحات الشعب الفلسطيني، خاصة وأن الرئيس محمود عباس كان منذ أيام قد طرح رؤيته لإنهاء هذا الانقسام الداخلي في فلسطين؟ يعني مجرد انعقاد الاجتماع في حد ذاته تستطيع أن تقولي أننا قد بدأنا خطوات سليمة في اتجاه هذه الخريطة أو خريطة الطريق اللي أنت استخدمتي هذا المصطلح، هو مصطلح بالمناسبة يعني مرتبط أيضا بالقضية الفلسطينية ضمن مسارات عديدة شهدتها عبر تاريخها، ولكن خريطة الطريق هذه المرة نتمنى بالفعل أن تصل بالقضية الفلسطينية إلى نهاية الطريق، وإلى نهاية الطريق الذي تحقق ثوابت هذه القضية وتحقق أمال الشعب الفلسطيني، وليست ولا أن تكون مثل خريطة الطريق التي طرحت منذ قبل من قبل إدارة أمريكية سابقة، ووصلنا في نهاية الأمر إلى متاهات متعددة. أصبحت القضية الفلسطينية مسارها أو المسار الحاكم لها إدارة الصراع وليس حل الصراع. طيب أحمد، ونحن نتحدث ربما عن الدور المصري في إنهاء هذه القضية، في الحقيقة مصر ليها دور سياسي باحتضانها للكثير من الاجتماعات بين مختلف الفصائل الفلسطينية، دور إنساني. هل من الممكن أن تشهد اجتماعات العالمين الجديدة كلمة النهاية لفكرة الانقسام بين مختلف الفصائل الفلسطينية؟ هذا هو الهدف وهذا هو المراد، ولكن هذا الأمر يحتاج الكثير من العمل. جزء من هذا العمل الشاق هو انعقاد هذا الاجتماع. الاجتماع ربما يستغرق بضع ساعات، ولكن الإعداد له استمر لأشهر متعددة. مجرد مسألة قبول هذه الفصائل لقبول دعوة الرئيس أبو مازن والجلوس سويا والتباحث بالكثير من المصارحة والمكاشفة أمر جيد للغاية لتحقيق هذا الهدف. هل قبول الدعوة أحمد من وجهة نظرك مربوط ببعض الرسائل اللي من الممكن أن تكون الدولة الفلسطينية بحاجة في هذا التوقيت إلى إرسالها إلى البعض؟ أن الجميع في تقديري أن الجميع فكرة قبول الدعوة في تقديري أن الجميع يقول من خلالها أولا رسالة أن الجميع يريد مصلحة فلسطين وأن يضع فلسطين أولا مهما كانت الخلافات. هذه هي الرسالة المبدئية الأولى. كذلك يعكس بطبيعة الحال تقدير واحترام هذه الفصائل للدولة المضيفة للاجتماع، وتقدير واحترام لمصر باعتبارها حاضنة لهذا الاجتماع.